السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم اليوم في فيديو جديد. كنتمنى يلقاكم في أحسن أحوال وفي صحة جيدة. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم واحدة التحلية سهلة ولذيذة كتوجد في وقت وجيز إن شاء الله. مكونات بسيطة يعني ماشي شي حاجة كثيرة وما فيهاش الخدمة بزاف. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله، هنايا غادي نحتاج لتر ديال الحليب. عندي هنايا نص لتر، غادي نزيد نص لتر آخر. غادي نديرو يغلى غير واحد شوية، غير يدفى ماشي كاع يغلى، غير يدفى يسخن واحد شوية شو صافي. وغادي ندير إن شاء الله هنايا غادي ناخد الخلاط ديال اللي غادي نخلطو فيه التحلية ديالنا. عندي 15 حبة ديال التمر، التمر يكون رطب وزولو له داك العظم. وغادي ناخد واحد البنانة، هنايا بنان يكون طايب بزاف باش كيكون فيه التركيز ديال الحلاوة كيكون عالي. خدو البنانة تكون طايبة غير وحده بركه. وغادي نضيف هنايا عندي واحد 30 غرام ديال الكركاع، غير شويه ماشي بزاف. طحنته هكذايا وغادي نضيفه حتى هو، لان التمر كيتواتى معاه الكركاع مزيان وحتى مع البنان. غادي نضيف واحد نصف من الكميه ديال الحليب، وغادي نضيف ان شاء الله جوج ديال الفلان ديال الكراميل. الا ما عندكمش ديروا فلان عادي، فهذا اللي متوفر عندي انا درتو. الا ما كانش عندكم حتى الفلون اصلا، ديروا المايزينا، ديروا واحد جوج معالق كبار عامرين مزيان ديال المايزينا. فغير هذا ديال الكراميل كيعطي واحد المذاق لذيذ، حتى ديال الفاني كيجي حتى هو لذيذ. غادي نطحنهم مزيان حتى يتطحن لينا التمر مزيان، ما يبقاش فيه الطروفة. وعاد غادي نضيف ان شاء الله الكميه الاخرى ديال الحليب، وغنعاود نطحنو مزيان حتى كيتخلطوا لينا المكونات مع بعضهم مزيان، وحتى ديك الكميه ديال الحليب حتى هي تخلط معاهم. العاد التحليه كتكون غنيه. صافي غادي نرجعوا لديك الكسرونه نيت اللي سخنا فيه الحليب، وغادي نديروها ان شاء الله تغلى لينا حتى كيغلى لينا الخليط. ما تجهدوش البوطه بزاف، البوطه تكون متوسطه. وغادي تبقاو تحركوا مزيان باش ما يلصقش لكم وما يتحرقش لكم من التحت وما يديرش لكم شي نسمه خايبه. صافي من بعد ما غلى لينا الخليط ولا لينا عاقد شي شويه فحال هكذا، هنايا وجدت الكيسان ديال التحليه وغادي نفرغ فيهم الخليط. غادي نحاول نوزعو كامل على دوك الكيسان، مهم ديروا الكيسان اللي متوفرين عندكم. انا هاد الكميه كتهز ليا 6 ديال الكؤوس من هاد النوع اللي عندي. غادي تخليوهم حتى كيبردوا تماما، غطيوهم هكايا بالبلاستيك الغذائي وخليوهم حتى يبردوا عاد غطيهم بلاستيك الغذائي ودخلوهم للثلاجه يبردوا مزيان. صافي من بعد ما وزعت الخليط خليتهم حتى يبردوا ودخلتهم للثلاجه. ومن بعد ما خرجتهم هنايا غادي نزينهم بشويه ديال الفواكه الجافه، يعني المكسرات اللي موجود عندكم. هنايا عندي غير شويه ديال اللوز مهرمش، لوز عادي ما محمر ما والو، وشويه ديال الكاجو. هكا التزيين كيبقى اختياري، حتى الا ما متوفرش عندكم ممكن تناولوه غير هكذاك، راه فيه التمر والبنان والكركاع كافي، او حتى الفواكه الا بغيتو تضيفوا البنان من الفوق حتى هو راه كيجي معاه مزيان. البنانه ولا ديروا الفخيز، ديروا اللي متوفر عندكم في الفواكه ماشي مشكل، غير مهم الوليدات ياكلوا باش كتعجبهم التحليه. من الاحسن هكذايا نديروها ليهم في الدار. وغادي نضيف شي شويه ديال الزبيب من الفوق حتى هو كيعطي واحد المذاق جديد لهاد التحليه. صافي هذا هو الشكل النهائي ديالها. كنتمنى ان شاء الله تجربوها
وما تنسونيش بلي لايك ديالكم والتعاليق ديالكم. وإذا كنتو جدادين أول مرة كتشوفوا القناة ديروا اشتراك وضغطوا على الجرس باش يوصلكم دائما الجديد. انتما كتشوفوا التحليه كيفاش كتجي، كتجي رائعه وغنيه وسهله في التحضير، يعني كتوجد في واحد الوقت وجيز. كنتمنى ان شاء الله تجربوها، والى عجبكم الفيديو تبارطاجيوه مع الاصدقاء والاحباب والعائله. وشكرا لكم ومع السلامه.